20 21 21 وحلاوة الفرحة دي لما قد
صارت هدية خي في يوم شاشات العرض الكبيرة إلا بأخذ فحص وإثبات فحص كورونا لدخول لتشجيع فريق كرة القدم الدنماركي. وطبعا يوجد أعداد كبيرة من رجال الأمن متواجدون في تلك المنطقة، وأيضا أعداد كبيرة من الطاقم الصحي موجود أيضا. يعني على ما أعتقد أنه من يريد أن يعمل تيست فهو يدخل إلى هذا المكان. تلوى تيست هي؟ تلوى تيست؟ كورونا؟ في هذا كارت؟ لا، في الكل كارت؟ يا كريمتا نسكت نسكت. طبعا طلب مني أنه لازم أكون معايا كارت الصحي أحمله، ولكن أنا تفاجأت أني أنا أكون موجود في هذا المكان حيث أنقل هذه التغطية، وإنما يعني طلبت منه عمل تيست حتى أدخل إلى الداخل جوا، لكن
لن يسمحوا لي إلا بوجود معي كارت صحي يعني حتى يقومون بتسجيل الشخص لمدة 72 ساعة. يستطيع أن يدخل أي مكان فيه تجمعات أعداد كبيرة كهذه التجمعات. لازم يكون مع الإنسان تيست 72 ساعة في كل مرة. هذه يعني البلد التي احتاطت على شعبها وطعمت شعوبها ضد كورونا وألغت الكمامة، لبس الكمامة لهذا الأساس، أنه يعني كل تجمع يحصل في الدنمارك مهما كان نوعه، إن كان مناطق سياحية أو مناطق سباحة أو مناطق دخول يعني حديقة حيوانات أو المسارح أو التيفولي، يجب أن يكون حامل 72 ساعة شهادة أنه عمل تيست ضد كورونا وتكون سلبية يعني وليست إيجابية، حتى يستطيع أن يدخل ويشارك هذه المباراة أو غيرها من أي مناسبات الاحتفالية. طبعا هذا الدليل على أنه حرصهم على يعني المواطنين بأنه يقدروا يمنعوا أكبر عدد ممكن من الإصابات بكورونا، لأنها ما زالت خطرا من الإصابات بكورونا في كل العالم يعني. هذا ما لدي اليوم من هذه التغطية. نشاهد الجمهور يتوافد أعداد كبيرة، كما ذكرت أن من يريد أن يعمل تيست في هذا المكان يجب أن يعني يكون معه إثبات شخصية وهو الكرت الصحي، وهو متواجد لكل إنسان معه الإقامة الدائمة أو الجنسية، يحمل هذا الكرت الصحي، يعالج في كل مستشفيات الدنمارك مجانا يعني في كل يعني من ولادة من كل المناسبات أيضا. فلهذا السبب أنا يعني اليوم ما كنتش أتمكن أن أكون حامل هذا الكرت، ولا في خلال يعني 10 دقائق التست السريع لعملوا تست أو فحص سريع وتظهر النتيجة خلال 10 دقائق أو ربع ساعة، ويستطيع أن يثبت يعني هذا أمام الحراس في كل مكان 72 ساعة من عملية التست له، ويستطيع أن يدخل في أي مكان فيه ازدحام يعني أعداد كبيرة. هم يدخلون بعد تدقيق مشاهدة التست لأنهم سلبيين غير مصابون بكورونا، يعني يقفون للفحص بالهاتف. كل إنسان عمل تست يظهر أنه خالي من الإصابة ويستطيع يدخل بأمان، وها هم فرحانين يعني أنهم دخلوا وسمحوا لهم بالدخول. هي يعني شيء يعني من السعادة. تلوكي هاي هاي هاي. طبعا يعني يستعجلون للدخول لمشاهدة المباراة، وأنا أيضا سعيد أنه يعني الشعب الدنماركي يستجيب لفحص كورونا ويكونوا سلبيين أيضا غير مصابين، فهذا يعني دليل على أنني يعني ماما أيضا أكون سعيد بهذا الشيء، أن أكون يعني مطمئن يعني شبه يعني غير كامل، ولكن أكون مطمئن أنه يعني يقف في مكان غير موضوع و يعني غير يعني يكون في إصابات بكورونا. يوجد أيضا أجانب يعني في هذه المنطقة، هي منطقة سياحية طبعا، ولكن هذا ما لدي اليوم من صوت شبكة راديو عرب الدنمارك الخاصة بالتعاون مع ملتقى الإعلام الفلسطيني الدنمارك وأوروبا ومراسلون ومراسلات أيضا. كونوا معنا في كل جديد. المنطقة السياحية العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
أبو الأمين طبعاً.